الى ريشيرش دوكيومونتير نحطوا كامل المواقع بالاحداثيات الجغرافيه. هنايا كانت اجتهادات في بعض الولايات ما سجلوش درب. العمل الجديد هو الأطلس الأركيولوجي الجزائري اللي راح نوجدوا فيه، راح يظهر على منصة رقمية. والأطلس يعني فيه معلومات، ما فيش فقط خريطة، فيه معلومات على كل المواقع، وفيه أيضا صور فضائية مع الوكالة الفضائية، صور فضائية لمجموعة من المواقع. وهذا راح يعطي أطلس أركيولوجي جزائري بأكثر من، مش فقط كتاب واحد، راح يكون فيه أموا ثلاثة ولا أربعة كتب، لأن الفترات التاريخية كبيرة ومتعددة بتعدد وغنى تاريخ الجزائر.